يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من مات وعليه ديون ولم يخلف تركة يستوفى منها ديونه، فهل يرجع الغرماء على أولاده؟ وهل يجب على الأولاد أن يسددوا ديون والدهم؟ لا، لا يرجع على أولاده إلا برضاهم. إذا أرادوا البر، إذا أرادوا البر بوالدهم ونفع والدهم وسددوا عنه، هذا شيء طيب. أما الإجبار لا يجبر، يبقى الدين في ذمة المدين. نعم.